السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ جاد اوف وار من القصص الجامده جدا، فحبيت اعمل ملخص كامل لقصه سلسله جاد اوف وار، خصوصا ان راجناروك هينزل في نوفمبر، والفيديو ده برعايه محلات جيمز تو ايجيبت. فيلا يا بوي نشرح القصه كلها من البدايه للنهايه، وما تنسوش دعم القناه باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. العمالقة كانوا حاكمين أولمبس لفترة من الزمن بقيادة العملاق يورونس. يورونس خلف كرونوس بس شكله مربهوش كويس، فطلع عاق وقليل الأدب، فالابن أطاح بأبوه وبقى ملك أولمبس. وكرونوس اتجوز أخته ريا وخلف شوية عيال مش متربية برضه، منهم زوس. معرفش ليه العيلة كلها زبالة كده. عموما كرونوس كان عارف ان كل عياله هيبقوا مش متربيين زي حالته بالظبط، وكان خايف من النبوءة انها تحصل، وهي نبوءة ان في ابن هيطيح وهيقتل ابوه. فكرونوس اكل كل اولاده. ريا خبت زوس عند جايا اللي ربته على اساس انه تربى يعني لحد ما كبر وحارب العمالقة. زوس كون جيش وهيخوض معركته واطاح بابوه كرونوس، وابوه قال له جملته الشهيرة: بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. زوس كسب المعركة بمساعدة سيف اولمبس، وقدر انه يوحد اولمبس ويبقى الملك. زوس كان بيحب الستات جدا واتجوز اخته، مش فاهم ايه الحكمة من كده بس ماشي. اتجوز اخته هيرا وخلف هيفستس الحداد، وارز اله حرب اللي يشرف في اي حتة ولا بيتهز من اي جتة. زوس اتجوز ستات تانيين وخلف هيركريز واسينا، واللي كان دايما بيفضلها على اخواتها بالذات ارز. واتجوز واحدة بشرية وهي ام كريتوس بطلنا. بطلنا كريتوس هيتولد، هيرا مرات زوس هتأمر بقتله لان ما كانتش عايزة اولاد من ام بشرية، لكن زوس هيشفق على كريتوس الطفل وهيخليه يتربى بعيد مع سبارتا. وفي يوم من الايام واحدة من الكاهنات اتنبأت بخراب اولمبس على ايد شخص على عينه علامة حمراء. زوس امر الجنود بتوعه انهم يدوروا على الشخص ده، وبالفعل لقوا طفلين بيتدربوا، كريتوس واخوه ديموس. ديموس على عينه فيه علامة حمراء. لما ايرس جه ياخد ديموس، كريتوس دافع عن اخوه بس ما قدرش على ايرس. ايرس خبط كريتوس وعلم على راسه. ايرس كان هيموت كريتوس لكن اسينا هتمنعه. كريتوس هيحس بالذنب انه ما قدرش ينقذ اخوه، وهيحط علامة او وشم على راسه شبه اللي كانت موجودة على ديموس علشان ما ينساش اللي حصل. بعدها كريتوس هيكمل حياته لحد ما بقى قوي ومحارب جامد، وهيبقى قائد جيش سبارتا، وهيتجوز لساندرا وخلف بنت اسمها كولايبي. كولايبي اتولدت بمرض جلدي، وبسبب قانون سبارتا فكان لازم يسيبها علشان تموت، بس بطريقة ما هيقدر انه يعالجها من خلال البحث عن دواء اسمه امبروجيا. كريتوس خاض معارك كتير وكسبها لحد ما جه اليوم وحارب جيش البرابرا، وكان على وشك انه يخسر قدامهم وخلاص راسه كانت هتطير من قائد البرابرا. راح كريتوس نده او استنجد بله الحرب اريز. كريتوس هيطلب من اريز انه يدمر العدو، وحياتي هتبقى ليك. ايرس دمر جيش البرابرا وهيعطي لكريتوس سلاح من العالم السفلي، سلاح بليدز اوف كايوس، وكريتوس قطع بيه راس ملك البرابرا. ايرس هيطلب من كريتوس انه يهجم على معبد لاتباع اسينا، وهيروح على المعبد عشان يكمل قتل، وده لان ايرس بيغير من اسينا لان زوس فضلها عليه. كريتوس دخل معبد قتل كل اللي فيه، منهم بنت وامها واللي هتطلع مراته وبنته، وهيكتشف ان دي خدعه من ايرس لان هو اللي بعتهم للمعبد. ايرس كان عايز يتخلص من كل نقاط ضعف كريتوس علشان بالطريقه دي هيبقى اقوى ومفيش حاجه هتاثر عليه. كريتوس هيولع في المعبد، وبعدها كهنه المعبد حطت رماد بنته ومراته على جسمه كلعنه علشان يفضل فاكرهم. كريتوس بدا انه يكره الهه اولمبس وتخلى عن ولائه لايرز، وتخلى عن القسم ومبقاش خاضع لسلطه ايرز. وبسبب ده جماعه فيرز هيطردوه وهيعذبوا كريتوس لانه خان ايرز، وحبسوا او حصروا كريتوس في وهم، وهيقدر يخرج من الوهم ده من خلال السلسله بتاعت مراته. وفي عرافه هتقول له انه عشان يتحرر من قسمه لايرز فلازم يقتل فيرز وهم ثلاثه، واثناء رحلته لقتلهم هيقبضوا عليه وهيتحبس وهيتعذب في سجن، وهيقدر يهرب من السجن وهيقتلهم هم الثلاثه. وفي يوم هيلاقي ان الشمس بتوع والعالم كله اتحول لظلام، فعرف ان اله الشمس هيليوس اتمسك او اتأثر وان في خيانه حصلت. كريتوس هيروح لمعبد لانه المكان الوحيد اللي كان منور، وهيقابل اسينا، واسينا قالت له ان مورفياس على بعد خطوه من حكم اولمبس، لان مورفياس اله الاحلام هينيم الهه اولمبس
علشان يستولي على اليونان. كريتوس هينقذ هيليوس من أسره من خلال انه يسافر للعالم السفلي. بعدها كريتوس هيقابل أثينا وهتطلب منه انه يقتل اخوها آريز لانه متمرد على السلطة وهيدمر المدينة، وكريتوس شاف انها فرصة علشان ينتقم منه. كريتوس في الوقت ده كان بيعاني من كوابيس، كان دايما بيشوف مراته وبنته اللي قتلهم، فاشترط على أثينا انها تحرره من الكوابيس دي، وقالت له ان بقتلك لآريز هتتحرر من خطاياك. لكن كريتوس بشري وآريز إله، فمن الصعب يتغلب عليه، والحل كان ان كريتوس يدور على صندوق باندورا لان فيه قوة خارقة يقدر يهزم بيها آريز، والصندوق ده موجود جوه معبد فوق ظهر كرونوس اللي نفاه زوس في الصحراء علشان ما يرجعش يهدد أولمبس. كريتوس هيدخل المعبد وبعدها هيلاقي الصندوق. آريز هنا عرف ان كريتوس نجح في مهمته ولقى الصندوق، وهيرمي عليه عمود من على بعد آلاف الكيلومترات، وهيصيب كريتوس وهيموت وهيروح للعالم السفلي، وآريز هياخد الصندوق وهيهدد بيه زوس. كريتوس هيقدر يخرج من العالم السفلي وهيواجه آريز عشان يقتله ويتحرر من كوابيسه وينتقم منه. آريز عنده جنون العظمة ومغرور جامد، وهيستهزئ بكريتوس ان شخص بشري او فاني جاي يحاربه. كريتوس هيقدر يستخدم قوة صندوق باندورا وهيقول له مبروك الوحش اللي انت صنعته جاي ينفخك، وهتبدأ المعركة العظيمة بين كريتوس وآريز، وهتنتهي بفوز كريتوس. كريتوس هيطلب من أثينا انها تحرره من كوابيسه، هتقول له احنا وعدناك اننا نسامحك على الخطايا اللي عملتها، لكن كوابيسك هتطردك للأبد. فكريتوس قرر ينتحر ورمى نفسه من فوق جبل لحد ما حس بقوة بترفعه، وأثينا بتقول له يا كريتوس انت بقيت إله الحرب الجديد، وهيقعد على العرش وهيبقى أسوأ من آريز، نشر فوضى وحروب وبقى عدواني أكتر من الأول، وعايز يحتل ويحكم اليونان. وأثينا قالت له كفاية حروب، قال لها لا يولية. كريتوس راح يدمر المدينة بحجمه الخرافي، ولكن في صار هيهاجم كريتوس ورمى عليه لعنة، وحجم كريتوس صغر ورجع لحجمه الطبيعي كبشري، واخد قدرته وقوته الجديدة. وفي تمثال هيتحرك وهيحارب كريتوس، واثناء القتال زوس بيتدخل وبينقذ كريتوس وبيديله سيف اولمبس اللي زوس استخدمه وكسب معركته مع العمالقة. وبعد ما كريتوس قتل التمثال، فالتمثال وقع على كريتوس وسيف اولمبس وقع منه، وكريتوس رجع ضعيف، والصار اللي سرق قوة كريتوس هو زوس. كريتوس قال لزوس خنتني ليه؟ زوس رد عليه وقال له انت الخاين، هو انت فاكر انا هتفرج عليك وانت بتدمر اولمبس؟ دم آريز على ايدك ومصيري مش هيكون زيه، وقدامك حل من اتنين، يا تستسلم ليا وطعني يا اما اقتلك. كريتوس رفض وزوس قتله. كريتوس هيروح للجحيم او للعالم السفلي، وهناك هيتم انقاذه من جايا، وطلبت منه انه يساعدها في الحرب ضد زوس. جايا هتقول له ان الطريقة الوحيدة لقتل زوس هي انك تروح عند اخوات القدر ويساعدوك تغير الزمن عند اللحظة اللي زوس قتلك فيها. ولما راح لهم كريتوس وقال لهم ساعدوني، فرفضوا وقالوا له مش هنقدر نغير المحتوم. كريتوس قال لهم محتوم ده يبقى ابوك وقتلهم، وكريتوس قدر يغير ماضي او الزمن عند اللحظة اللي زوس قتلوا فيها، وهياخد سيف اولمبس وهتدور المعركة بين زوس وكريتوس. وقبل ما هيقتل زوس، أثينا هتظهر وهتدافع عن ابوها زوس وهتضحي بنفسها وهتاخد هي الضربة بداله. كريتوس هيقول لها ليه عملت كده؟ هتقول له علشان تحمي اولمبس، وزوس هو اولمبس. أثينا هتقول لكريتوس ان زوس هو ابوك، وان هو العيل اللي مش متربي اللي هيقتل ابوه حسب النبوءة، وهما الاتنين عايزين يقتلوا بعض علشان النبوءة تتحقق. كريتوس قال لها ابويا او مش ابويا هو الجاني على نفسه. كريتوس هيستدعي جايا، هيقول لها احنا نقدر نكسب الحرب لكن في زمن قديم. كريتوس هيرجع لزمن اخر، زمن الحرب الكبرى، الحرب اللي كانت بين العمالقة وآلهة اولمبس واللي خسروا فيها العمالقة. فكريتوس هيرجع للزمن ده علشان يغيره. كريتوس هيهاجم زوس ومعاه جايا وجيش من العمالقة. كريتوس هيقول لزوس جالك اللي هينفخك يا حج. كريتوس هيقتل بوسايدن، هيدمره جامد، تقريبا مفيش حتة فيه سليمة. زوس هيضربهم بصاقة من البرق، هتوقع كريتوس وجايا. جايا هتتخلى عن كريتوس وهتخونه وهتسيبه يقع، لان دوره انتهى، ما بقوش محتاجينه تاني بما انهم وصلوا عند زوس. كريتوس بعدها هيقابل أثينا، هتقول له علشان تقتل زوس لازم توصل لفليم اوف اولمبس وتدمرها. قال لها انت يا ست هتجننيني، مرة تضحي بنفسك علشان تنقذي زوس ودلوقتي عايزه تدمريه؟ وهتقول له انا شفت الحقيقة دلوقتي، وان طوال ما زوس بيحكم اولمبس فمش هيبقى فيه امل للبشرية، وبقتل زوس هيدي البشر امل في الحياة، وهتصلح له اسلحته علشان تثبت ولاها ليه.
وبعد معارك وقتالات ملحمية مع هيديز، هيليوس، هيرميز وهيركريز، واللي دمرهم وقتلهم كلهم واخد قوتهم، كريتوس هيقابل أفروديتي، وطبعا مش هنشرح اللي هيحصل هنا. وبعدها هيقابل هيفستوس الحداد علشان يعرف مكان بنته باندورا اللي من خلالها هتدمر الشعلة او فليم اوف اولمبس، لان الحل الوحيد لتدمير الشعلة هي البنت باندورا. باندورا هي المفتاح لفتح صندوق باندورا. هيفستوس هيرفض يقوله على مكانها، وزوس حبس باندورا في متاهة علشان يخبيها. هيفستوس خايف على بنته باندورا من كريتوس ومن زوس، فخدع كريتوس وبعته في مهمة انتحارية، وهي انه يجيب حجر موجود في مكان ما سكنه العملاق كرونوس. من خلال الحجر ده هيفستوس هيصنع سلاح لكريتوس، وقال له السلاح ده هيزبطك وهيخليك جامد. كريتوس راح علشان يجيب الحجر، بس كرونوس شاف كريتوس وعايز يموته وينتقم منه، ليه يا ابن الحلال هو كده وخلاص. كريتوس هيحارب كرونوس، ودي واحدة من اعظم المعارك في تاريخ الصناعة، فالاخراج كان تحفة. كريتوس هيموت كرونوس وهياخد الحجر. بعدها هيفستوس الحداد هيحاول يموت كريتوس علشان ما يبحثش على باندورا ويأذيها، بس كريتوس هيموت هيفستوس. وبعد معارك وقتالات كريتوس هيوصل لباندورا وهينقذها من متاهة، بس بعدها كريتوس هيرفض انه باندورا تضحي بنفسها في سبيل تدمير فليم اوف اولمبس. هو مش عايز يكون السبب في موتها زي ما كان السبب في موت بنته، بس هي عايزة تنتقم من زوس لانه عذب ابوها ونفاه. لكن زوس هيظهر بعدها وهيمسك باندورا، وهيحصل هنا قتال بين زوس وكريتوس، وباندورا هتضحي بنفسها وكسرت الشعلة. وكريتوس راح يفتح الصندوق علشان ياخد قوته، بس لما جه يفتحه لقاه فاضي، وده علشان كريتوس فتحه في معركته ضد اريز، عشان كده الصندوق فاضي. كريتوس هنا عرف بان باندورا ضحت بحياتها من اجل لا شيء. زوس فطس من الضحك وكريتوس اتقمص جامد، وحصل بينهم قتال تاني، وجايا تدخلت وقالت ان العالم معانا بما فيه الكفايه وعايزه تقتلهم هما الاثنين. زوس وكريتوس وقعوا داخل جسم جايا وبجانب قلبها، وكريتوس هيموتهم هما الاثنين زوس وجايا، وهيدمر اولمبس كلها. بعدها اسين هتقابل كريتوس بتطالبه بانها عايزه القوه اللي كانت في الصندوق. هيقول لها الصندوق كان فاضي يا وليه، وهتوضح له ان لما زوس حط قوة الشر في الصندوق أسينا ضافت قوة أكبر جواه، وهي عايزة القوة دي كأمل للبشرية. كريتوس انتهت رحلته الانتقامية وضحى بنفسه وانتحر على أمل إن ده هيدي البشرية الأمل. بس بعدها بنشوف إن كريتوس قام تاني، فطبعا هو ما ماتش، لكن قصته انتهت في الحضارة الإغريقية وحقق اللي هو عايزه من آلهة الإغريق والانتقام من أبوه. وبعد سنين طويلة أكتر من 1000 سنة كريتوس في ميدغارد في الحضارة الاسكندنافية، وقرر يترك كل اللي فات ويبدأ حياة جديدة. اتجوز واحدة اسمها افي وخلف ابنه اثرياس، وبعد فترة من الزمن فيها تموت، وكريتوس هيحرق جثتها ويجمع الرماد علشان يحقق وصيتها، وهي نشر ونثر رمادها من على اعلى جبل في ميدغارد. بس كان لازم كريتوس يدرب اثرياس عشان يتأكد انه مستعد لرحلة زي دي. دربه على الصيد والقتال بالقوس، وبعدها يروحوا البيت، ولكن في شخص غريب هيخبط على الباب وهيقول لكريتوس مفيش داعي للاختباء، انا عارف انت مين. الشخص ده هو بلدر، احد آلهة الحضارة الاسكندنافية، وهيحصل قتال اسطوري ما بينهم وهينتهي بهزيمة بلدر. بعدها هيقابل واحدة ساحرة اسمها فريا، وهي ام بلدر، واللي هتطلع عارفة كريتوس والماضي بتاعه. قالت له من الاحسن انك تعرف ابنك حياتك، ولكنه هيقول لها خليكي في حالك. واثناء رحلة كريتوس وابنه ركبوا في قارب عشان يصعدوا اعلى جبل في ميدغارد ويكمل وصية مراته، ولكن في الطريق هيقابلوا تعبان ضخم يورمونجندر، ومن الواضح ان اثريس كان فاهم لغته وقال لابوه انه صديق ومش عايز يأذيهم، وكملوا طريقهم عادي. كريتوس بعدها هيقابل ممير وهيقول لهم ان اعلى جبل موجود هو في يوتنهايم، وهيقول لهم ازاي يروحوا لارض العمالقه. واثناء رحله كريتوس وابنه فهيقابلوا ابناء ثور الاخوين مودي وماجني، وهيحصل قتال ما بينهم هم الاربعه. القتال ده بالرغم انه ممكن يكون بسيط، بس كان ممتع وفكرته جميله، وهينتهي بموت ماجني ومودي هيهرب. بس هيتقابلوا تاني بعدها وهيهاجم كريتوس، ولكن اثرياس ابنه بيدافع عنه وبيغضب غضب شديد، وكانه ضغط على زرار وشغل حاجه جواه. اثرياس بعدها هيمرض جامد وهيفقد الوعي، وبرضه مودي الجبان هيهرب تاني. كريتوس اخد ابنه المريض وراح لفريا عشان تنقذه، ولكن فريا قالت له ان الحل الوحيد انه يرجع ابنه تاني هو انه يروح لهيلهايم عالم الموتى، ويقتل هناك حارس البوابه وياخد قلبه. المكان ده هو اكتر مكان بروده، وبالتالي فأس كريتوس
مش هينفع. كريدوس ما كانش قدامه شيء غير البليدز اوف كايوس، وفي لقطه سرياليه عظيمه بتظهر لينا كريدوس وكانه بيصارع الماضي، وهيظهر له شبح سينا وهيذكره انه عمره ما هيتغير مهما هرب وغير من حياته، هو لازال سادي ووحش. قدر كريدوس يقتل الحارس وياخد قلبه، وفريا هترجع اثريوس تاني، وبعدها هيقابله مودي للمره الثالثه، واخيرا هيموت. اثريوس هيقتله بدم بارد وبكل غرور، وكريدوس بيغضب من ابنه وقال له لازم تصرفاتك تكون صحيحه، وانه لازم يدرك خطوره وضعه كاله. بعدها هيوصل لبوابه الدخول لارض العمالقه، وهنا بيظهر الباشا بلدر، وتقوم معركه بين كريدوس وبلدر، وبلدر هيخطف اثريوس وهيلحقوا كريدوس، وهيقدر انه يرجع اثريوس، والمعركه هتوصلهم لهيلهايم ارض الموتى، وهناك هيعرفوا ان فريا هي ام بلدر، وفريا صابت ابنها بلدر بلعنه عدم الاحساس او عدم الموت، وان ده افضل لمصلحته وعشان ما تخسرش ابنها. وبعدها كريدوس وبلدر هيحاربوا بعض تاني، ودي هتكون اخر معركه ما بينهم، ولكن بلدر هيحاول يقتل امه علشان اللعنه اللي دمرت حياته، وده لان فريا عملت سحر لابنها بلدر، وهو انه ما يحسش باي الم، والسحر ده تمادى بقى ما بحسش باي شيء، وحرفيا مش بيموت. بلدر هيضرب اثريوس في صدره، لكن بلدر هينزف لانه اتصاب بسكينه مسممه، وده ازال اللعنه. لو تفتكروا لما فريا شافت ان اثريوس معاه اسهم خضراء مسممه، فاخدتها منه وولعت فيها، وده لان النوع ده من السم الوحيد القادر على ابطال مفعول اللعنه. فلما بلدر ضرب اثريوس بصدره بطريقه ما، السكينه او السم اللي عليها صاب بلدر، وده خلاه ينزف. وطبعا بلدر هنا فرح لانه اخيرا هيجرب الشعور القتال الحقيقي وهيحاربوا بعض، والقتال هنا بصراحه اسطوري، خصوصا لما اثريوس هيستدعي الافعى وهتهاجم العملاق ثامور. بلدر هيحاول انه يقتل امه فريا، وواضح ان امه ما كانش عندها مانع انها تموت على ايديه، فهي كانت مستسلمه ليه تماما. بس كريتوس هيقتل بلدر وقال ان الدايره او الدوره لازم تنتهي، او دوره قتل الابناء للاباء انتقاما منهم. وفريا هتحزن على موت ابنها، هتلعن كريتوس وهتتوقعت بالانتقام. كريتوس وابنه هيروحوا لارض العمالقه، واللي هيشوفه هناك شيء غريب، هيشوف رحله كريتوس واثريوس مرسوم على الحيطان، وكان تم التنبؤ بيها، وفي رسمه بتبين ان كريتوس واقع تحت ايد اثريوس، محدش عارف معناها، والبعض خمن بان دي اشاره مستقبليه ان كريتوس هيموت من خيانه ابنه له، خاصه ان في الام كانت من العمالقه. وبرضه هنعرف ان اثريوس هو لوكي المخادع، واللي له دور مهم في احداث راجناروك. وكريتوس هيعرف ان بلدر ما كانش عايز يحارب كريتوس وما كانش بيدور عليه، انما اودن بعته في مهمه عشان يبحث على في. وفي النهايه كريتوس بياخد ابنه وبينشره رماد الام على اعلى جبل ليوتنهايم، وهتشوف بقايا العمالقه، وبعدها هيرجعوا بيتهم علشان يرتاحوا. وهنا اثريوس هيحلم ان في صاعقه رعد دمرت البيت بتاعهم، وهيشوفوا شخص قدام البيت، واللي هيكون ابن اودن، وهو ثور اله الرعد. وهنا بتنتهي قصتنا يا سادة في انتظار راجناروك، واللي اتوقع هيقدم قصة اعمق من الجزء ده. عموما هو ده الفيديو، احب اسمع رأيكم في الشرح وتوقعاتكم تجاه الجزء الجديد، ولو عندكم اسئلة او استفسارات عن القصة حطوها في الكومنتس. بشكركم على المشاهدة، وما تنسوش دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتقدروا تتابعوا صفحاتي على الانستجرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم احمد السوري، see you next time.